أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم من ترك الأعمال الصالحة مثل السنن خوفا من الرياء؟ لا يجوز للإنسان يترك الأعمال الصالحة خوفا من الرياء، هذا من الشيطان. يجيب يقول لا تصلي عشان الناس ما يسهمونك بالرياء، لا تتقدم عشان الناس ما يسهمونك، أن يترك الأعمال الصالحة هذا أسوأ منها، هذا أسوأ. ترك الأعمال هذا أسوأ. فعليهم يستعيذ بالله من الشيطان ويعمل الأعمال الصالحة ويطلق النية لله عز وجل ويترك هذه الوساوس الشيطانية. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.